أعزائي المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمرة الخير. تكلمنا عن الصلاة، وإن الصلاة صلة بالله عز وجل. كمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلة، مش صلة بس، صلة ورحمة وذكر صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أكتر واحد في الدنيا بيخاف علينا، وهو ميت وهو حي صلى الله عليه وسلم. كان خايف علينا قوي، لدرجة اللي هو في أقصى اللحظات على البني آدم وهي الموت كان فاكرنا، وفاكر النساء بالذات. كان خايف علينا قوي قوي، كان بيقول لهم أوصيكم بالنساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. خايف علينا. مش بس كده، كان خايف علينا ده نقطع الصلة بيننا وبين المولى عز وجل وهي الصلاة. فقال لنا الله الله في الصلاة، وكررها كتير، الله الله في الصلاة. الصلاة دي حاجة عظيمة، صلتك بالمولى عز وجل، قوتك وعزك بالله عز وجل. فكان خايف علينا، فاوعى تقطع الصلة بينك وبين ربنا، والصلاة ما بينك وما بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النهاردة هنكلمكم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنكمل كمان التحيات اللي احنا ما كملناهاش المرة اللي فاتت مع شيخنا الجليل الشيخ أحمد الجهيني من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. دايما مشرفنا ونورنا. ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يعزك يا رب. ربنا يحفظك. أحمد، احنا دايما بنقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنيجي نسأل الناس يعني ايه الصلاة على النبي؟ انا عارف الصلاة اللي انا بصلي لربنا، لكن الصلاة على النبي انا تعلمت اللي انا اول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اقول صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاة والسلام، لكن معناها ايه الصلاة على النبي؟ مفيش حد عارف، او الا من رحم ربي، ناس قليلة قوي. فعايزين نقول لهم معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب النبي شيء كبير وشيء عظيم، وسبحان الله عندما نذكر بس نجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا بتبقى فرحانة والصدر بينشرح، نحس ان كل حاجة جميلة، الدنيا جميلة، مجرد بس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا صلوات ربي وتسليماته عليه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم معناها يا الله، يعني انت بتنادي ربنا يا الله سبحانه وتعالى. اللهم صل، صلاة الله عز وجل هي ثناء الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى بين الملائكة. صلاة الله على نبي رحمة ومغفرة. الله عز وجل جعل صلاة النبي بالأمر في القرآن نتعبد به إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني الملائكة تصلى عليه. كنت أنت بتصلي على النبي؟ أنا نفسي وإحنا بنتكلم في الحلقة الناس تصلي على النبي على طول، تكسر كل ما تسمعنا تقول اللهم صلي وسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى أن الله أنزل قرآنا بيأمرنا فيه أن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة صلى الله بها علي عشر. صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك يا مسلم تفكر معايا في قيمة وعظمة وأثر وثواب وأجر إن صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ربنا يصلي عليك، وصلاة الله زي ما قلنا رحمة. صحيح. ومغفرة. ومين فينا مش محتاج رحمة ربنا؟ صحيح. ومين فينا مش محتاج مغفرة ربنا؟ لأن إحنا زي ما قلنا بنأكد كلنا ذوي خطأ، كلنا بنقع وبنذنب. طيب إن كنت شايف نفسك مقصر وبتذنب وعايز ربنا يغفر لك ويرحمك، صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الصلاة بعشر رحمات، يعني من الله، من الله عز وجل، من الله. يعني احنا كده الصلاة على النبي هو ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ورحمة عليه. نعم. في ناس تيجي تقول طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. ربنا بيثني عليه وهو غفر له كل حاجة، فهو بيسأل ليه ربنا أمر الملائكة وهو نفسه سبحانه وتعالى بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي وحبيبي وتاج رأسي، هو خير خلق الله على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم، علوية وسفلية، من جن وإنس وملائكة، ليس في الخلق أكرم ولا أحب إلى الله من محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. النبي غفر الله أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن والنبي عمل ذنب؟ صحيح. النبي لم يرتكب ذنبا صلى الله عليه وسلم، تكريم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله. إذن الله يحبه فأحبوه. صحيح. فأحبوه، يعني حب الرسول من حب الله. صحيح. حب الرسول. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم العبادة، كثير العبادة. ما هي العبادة دي؟ الصلاة دي، ما هي الصلاة بالله سبحانه وتعالى. صحيح. ما أنت بتقابل ربنا، بتكلم ربنا، بتناجي ربنا. أنت لو بتدعي محبتك لله بتبعد عن ربنا ليه؟ بتدعي محبتك لرسول الله، طب تبعد عن سنته ليه؟ يعني أنت بتحب حبيب ربنا. أيوة. أنت اللي بيحب ربنا بتصلي عليه. أمنا عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما كان بيصلي ورجليه ورمت وتشققت، يا رسول الله لما تصنع كل هذا؟ هي أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزة يستريح شوي. ليه؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها كلمة إنما خرجت من مشكات النبوة والرسالة، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله. يعني إيه؟ يعني إن الذي من علي وفضلني على سائر خلقه، مش ده المفروض يقابل إن أنا أكون شاكر لأنعم الله وأكون إيه؟ بين قوسين عبدا. صحيح. عبدا. سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده. الله. يعني تحققت صفة العبودية بكمالها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بدل حضرتك بقى جبتنا اللي هو أسرى بي صلى الله عليه وسلم، حضرتك كلمتنا عن إن الله عز وجل أمر الملائكة وأمر كل العباد اللي هم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فده بيرجعنا تاني للصلاة. نعم. ففي بقى التحيات. نعم. التحيات الناس بتفتكرها حاجة بنقولها. نعم. فرض كلمات بنقولها عشان ربنا قال اللي احنا نقولها، ما يعرفوش اللي دي في حادثة الإسراء والمعراج. نعم. ربنا فرضها في حادثة الإسراء والمعراج. نعم. فعايزين نقول لهم ازاي، والكلمات والحديث الرائع ما بين المولى عز وجل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليه. أولا في حديث صحيح إن الصحابة بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله علمنا من القرآن أن نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.
حد الصحابة قالوا إيه؟ قالوا يعني يا ريته ما كان سأل. يعني هم لما النبي سكت يعني قالوا إن هذا الأمر أهم النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت لي الصلاة الإبراهيمية. ولسه دي هنتكلم فيها. عبد الله بن مسعود قال: كان النبي يعلمنا التحيات. في حديث أيضا صحيح إن النبي سمع الصحابة بيقولوا: السلام على الله، السلام على جبريل في الأول، السلام على ميكائيل. فقال: لا تقولوا هذا، قولوا التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره. وهناك البعض يذكر القصة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدم بعد سدرة المنتهى وتأخر جبريل، تأخر جبريل عليه السلام. ناخد بس الناس واحدة واحدة. ليش؟ سدرة المنتهى، احنا عايزين نقول لهم فين سدرة المنتهى من السماء الأولى. سدرة المنتهى دي بعد السماء السابعة عندها جنة المأوى. ده يعني سيدنا جبريل تأخر، فالنبي يقول له صلى الله عليه وسلم: أهنا يترك الخليل خليلة؟ قال: يا محمد لو تقدمت أنا لاحترقت بنور الله، ولو تقدمت أنت لاخترقت بإذن الله. صلى الله عليه. يعني هذا مقامي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أنوار الله عز وجل. وهنا كما تقول القصة النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يقول إيه، ما ربنا هو السلام، يقول له السلام عليك وهو السلام. فألهمه الله عز وجل: قل التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال التحيات لله والصلوات لله والطيبات لله. فقال الله عز وجل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم من رحمته قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني لم يختص السلام لنفسه، بل جعله على سائر عباد الله المؤمنين. فيقول فسمع الملائكة من تحت كلام النبي يسلم عليهم، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فهو حوار مؤثر وحوار لا شك أنه هو قوي جدا. فإنما يدل على مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لازم نعرف الثابت أن النبي ارتقى إلى منزلة لم يرتقي إليها ولن يرتقي إليها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان في مقابلة ملك الملوك سبحانه وتعالى. النبي حدثه الله بغير حجاب إلا حجاب النور. يعني الأمر يا أخوانا سبحان الله عظيم جدا. هذه مكانة اختصها الله لواحد بس من خلق، هو محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم. النبي يعني أولى أن نحبه حبا صادقا، الحب الصادق حب اتباع. ما هو الموضوع مش موضوع مصمصة شفاه، لا والله. يعني ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول: نادوا في الأسواق من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي، فكل الخلق راح. فراح نادى المنادي تاني: أين المتبعون؟ فتقهقر الكثير ولم يبقى إلا إيه؟ إلا شوية صغارين. يبقى حقيقة المحبة الاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بتحب النبي؟ صلى عليه. كل زي ما النبي كان بيأكل، اشرب زي ما النبي كان بيشرب، البس زي ما النبي كان، صلي زي ما النبي كان بيصلي، سبح ربنا زي ما النبي كان بيسبح. النبي كان بيعيش العبادة، بيعيش الطاعة، بيدوق حلاوتها. عشان كده كان مش عايز يخلص الايه العبادة والطاعة. ما عرفش انا قلت قبل كده ولا لا، وان قلت بأكد تاني ان ربنا سبحانه وتعالى شرع من جنس كل فريضة نافلة للمحبين.
في ناس مش هتكتفي بالصلاة، بيحب ربنا نفسه يقابل ربنا أكتر. الفرائض الخمسة دي فربنا شرع له سبحانه وتعالى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة، وقيام ليل، الصيام اثنين وخميس إلى آخره. يبقى احنا هنا دليل صدق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نمشي وراه. طيب دكتور أحمد، يعني ناس بتقول أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وكفاية أن أنا اتولدت مسلم، أنا عارف اللي هو عمل حاجات كتير قوي عشان خاطر، بس المشكلة اللي هو بيحب النبي حب لسان وهو معذور لأن ما حدش قال له تفاصيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة كانوا بيحبوه، هو كان زي ما ربنا يعني قال عليه رؤوف رحيم. هم داقوا رأفته ورحمته، وكان رحيم بيهم ورؤوف بيهم. لكن احنا دلوقتي ما حدش بيقول لنا تفاصيل سيدنا النبي، ما بيقولش كسرت رباعيته، ما حدش بيقول عشان خاطرنا. نعم. ما حدش بيقول لنا اللي هو بيترد له روح تاني علشان يقول لنا السلام على، ما حدش بيقول لنا الكلام. فالناس معذوره. احسنت. فانا عايزه حضرتك بقى تقول لهم عن حب سيدنا النبي. انت بتقولي كسرت رباعيته، افتكرت المشهد، المشهد ده سبحان الله يعني كل من واحد بيتذكره كأنه شايفه، يدل على مفيش مخلوق فيه الرحمة دي. يا خبر أبيض، مش بالمسلمين بس، ده بالكافرين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته سن الرابعة ودخل حلق المغفر في وجنتيه وشج رأسه والدماء تسيل على وجه صلى الله عليه وسلم، يمسح الدماء عن وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون صلى الله عليه وسلم. في إنسان كده؟ في إنسان كده غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو المشهد الثاني مع الكافرين، برضو مع الكافرين برضو، فكيف بمن وحد الله؟ بعد الطائف، حضرتك فاكر لما قعد في الطائف كم يوم وسلطوا صبيانهم يرجوم رسول الله بالحجارة حتى دميت قدماه واختلطت دماء عليه برجليه صلى الله عليه وسلم، واحتمى بحائط ابني ربيع عتبة وشاب ابن ربيعة، وربنا نزل له ملك الجبال والطائف بين جبلين، فقال له لو شئت محمد لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين، يموتوا كلهم عن آخره، وهم يستحقون الموت، هم يستحقون الموت عقابا وجزاء. صحيح. ده عدل. إنما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. يا أخوانا ده مشهد لن يتكرر، والله لن يتكرر. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث برضو مع الكافرين. لذلك أنا بقول يا أستاذة أميرة، النبي علمنا أن الرحمة في قلب المؤمن للمؤمن وغير المؤمن. يعني لما تلاقي حد كافر أو حد صاحب معصية، صاحب كبيرة، الرحمة اللي في قلبك أنك أن تشفق عليه فترجو له التوبة والهداية. برحمة قلبه ممكن يؤمن. ما هو لو احنا تخلقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هيلاقوا مؤمن حقيقي. أحسنتي. وفكرتيني برضو كالعادة بمشهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الغلام اليهودي خادم، يعني غلام ويهودي وخادم ومرض، فالنبي يروح يزوره. هل تتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خير البرية يترك مسؤوليات الدولة والرسالة ويروح يعود هذا الغلام؟ الغلام يعني ايه؟ يعني احنا بنقول عليه عيل لا يعبأ به الناس، ويهودي وخادم، لأن النبي يروح يزوره صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بقى الرحمة اللي في قلب النبي، وشوفوا الرفق اللي في قلب النبي، وشوفوا الشفقة اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وجد الغلام على فراش الموت وأبوه جنبه، فقال له يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فالغلام ينظر لأبيه، يعني بيبص لأبوه أعمل إيه؟ فكانت المفاجأة، أطع أبا القاسم. يا خبر أبيض، الرجل اليهودي ده ما هو شايف نور، شايف رحمة، شايف صدق، شايف أخلاق لا مثيل لها. أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفاضت
روحه الى الله، النبي فرح، صلى الله عليه وسلم. النبي سر صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. لازم قلوبنا تبقى فيها رفق ورحمه حتى بغير المسلمين، حتى بالعصاه من المسلمين. حاجه برضو لما حضرتك قلت لي ملك الجبال قال له انا ممكن يعني اطبق عليهم، سيدنا النبي كان ممكن يعمل زي اي نبي تاني، كان ليه دعوه مستجابه واحده. سيدنا النبي ما استخدمهاش ضد حد، هو يعني خبئت لينا يوم القيامه. نعم، ما من نبي الا وله دعوه مستجابه، اما انا فاختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ايه يا اخوانا، ما هو ده بقى اللي نعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند فتح مكه كلنا عارفين مكه عملت ايه معاه، طردته وشتمته وقالت عليه كذاب وقالت عليه كاهن وحاولوا كمان يقتلوه وطردوه، ولما ربنا جعل النبي واصحابه في منعه وفي قوه وعشر تلاف مقاتل اكتر من نساء واطفال ورجال مكه، الكل يظن النبي صافي الحسابات. تعالوا بقى شوفوا اللي قتل حمزه، شوفوا اللي قتل مين، وشوفوا اللي قتل مصعب، وشوفوا نخلص بقى تصفيه حسابات. فالنبي يقول لهم ايه مشهد الله، ما تظنون اني فاعل بكم، ايه انتوا فاكرين انا اعمل فيكم ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، كن خير اخذ يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، انا اقول لكم زي كما قال اخي يوسف، لا تسريب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. تخيلي لما النبي يلاقي واحد من الصحابه ماسك الرايه، اليوم يوم الملحمه، فقال لا، ان اليوم يوم المرحمه، ونزع الرايه من يده وحقن الدماء. انت عارفه يا استاذه اميره، بسبب الرحمه دي دخل 3000 مقاتل من اهل مكه، انضموا لصفوف المسلمين في نفس الوقت لما اسلم اهل مكه. رحمه للعالمين. ان وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ففعلا بالخلق الطيب، بالرحمه، بالعفو، بالصفح، بالتسامح، الناس يدخلوا في الاسلام، يعلموا قيمه وعظمه هذا الاسلام من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلق اتباعه. طيب، هو انا عايز اخد اتصال ونكمل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. لسه معانا الاتصال يا جماعه؟ ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. جزاك الله خير يا مولانا. وجزاك الله خير. اتفضل. كان بعد حضرتك عندي سؤالين كده بعد اذنك. اتفضل. بالنسبه للصلاه الابراهيميه، وهل يجوز ان الواحد يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ نعم، حاضر. السؤال الاول الثاني. السؤال الثاني. طيب، السؤال الثاني بالنسبه لو مثلا حد بدا ولا حاجه، ممكن ان هو يقول مثلا النبي، او مثلا يقول مثلا مدد يا رسول الله كده يعني؟ حاضر. طيب، شكرا جزيلا. طيب، بما ان في حد سال عن الصلاه الابراهيميه، احنا ندخل فيها ونرد عليه. طيب ماشي. بعد بقى التشهد، نعم، بنقول الصلاه الابراهيميه. طب. بس السؤال بقى اللي قبل التشهد، ايوه، ليه انا بقول التشهد مرتين؟ تمام. يعني انا بقول التشهد بعد ركعتين، لو هي يعني صلاه ظهر او عصر او مغرب، بقول التشهد مره وبعدين بقولها مره ثانيه واقول بعدها الصلاه الابراهيميه. تمام. اولا سميت التشهد تشهد ليه؟ لانها تتضمن الشهاده. تتضمن شهاده ان لا اله الا الله، الشهاده بانه الله. الأمر الثاني تتضمن الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى سميت التشهد لإيه؟ لأن فيها الشهادتين. الأمر الثاني مرتين ليه؟ أولا إحنا عندنا الأمر ده تعبدي، بنحاول نأكد للناس إن العبادات إيه؟ محلها التوقيف. صحيح. يعني نتوقف فيه، يعني بنحاول نجد نلتمس بعض الحكم الخفية في هذه الأمور، وما فيش أبدا مانع من هذا. يعني الحقيقة عندما تدبرت الأمر وجدت موافقة بين مرتين التشهد، وبين أن التشهد أيضا في شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن في الشهادتين برضو، يعني في شهادة بأن الله سبحانه وتعالى، وشهادة بأن محمدا رسول الله.
فموافقة الشهادتين الجلستين التشهد. ففي موافقة بين الشهادتين. أنا بحس برضو اللي فيها رحمة من ربنا. يعني أنا لو بصلي دلوقتي ومت بعد التشهد مثلا، أنا هموت على الشهادة. أحسنت. يعني لما يجي ملك الموت، من ربك؟ الله. من رسولك؟ صلى الله عليه وسلم. أحسنتي. فيها نوع من التثبيت والتأكيد. صحيح. لأن التكرار يفيد التأكيد. صحيح. لا شك في ذلك. الصلاة على الإبراهيمية. إبراهيمي. نعم. ليه سيدنا إبراهيم؟ أيوه. اتذكر في الصلاة الإبراهيمية، يعني ليه مش سيدنا موسى، مش سيدنا عيسى؟ نعم. ليه سيدنا إبراهيم؟ أولاً سميت بالصلاة الإبراهيمية، أولاً هذا تكريم لسيدنا إبراهيم. ده أمر الأول. الأمر الثاني، سيدنا إبراهيم يخصنا أكثر من أي نبي تاني. فإبراهيم هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وإسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ده النبي من ولاد إسماعيل. صحيح. سيدنا إبراهيم هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أولاً عايزين ناخد بالنا من حاجة. في سورة الشعراء سيدنا إبراهيم إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. ربنا بيقول إيه؟ سلام على إبراهيم وكذلك نجزي المحسنين. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا السلام إبراهيم دي قد استجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان هذا تكريم أن يذكر إبراهيم عليه السلام، لأن هو اللي سمانا المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبينا إبراهيم، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وذكرهم إلى آخر الآيات. يعني سيدنا إبراهيم الأقرب وأبو الأنبياء. طبعا طبعا. وأنا تذكرت دلوقتي لما اتفرضت الصلاة، كان في مشهد بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم. يعني هو خليل الله وصفي الله، وكان بينزل لسيدنا موسى كليم الله. نعم. فكانوا هما الثلاثه بينزلوا فين؟ بيسالوا التخفيف. المعرض يعني. نعم. فكان المشهد يعني سيدنا ابراهيم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والاثنين ربنا رفع ذكرهم في الحياه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا ابراهيم ساندا ظهره الى البيت المعمور وحوله اطفال المسلمين. يعني هذا يدل على الرفق العظيم اللي في قلب سيدنا إبراهيم والرحمة الكبيرة في قلب سيدنا إبراهيم، وكأنه ورث هذه الرحمة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من أبنائه ومن أحفاده. سبحان الله. فده شيء عظيم جدا وشيء كبير جدا. أنا كنت أقصد اللي في الصلاة حتى هم مقربين. أيوة. من بعض. يعني سيدنا إبراهيم المكانة، يعني سيدنا النبي وبعدين سيدنا إبراهيم على طول. فسبحان الله. يعني سيدنا إبراهيم هو خليل الله وأبو الأنبياء. إن شاء الله. سيدنا إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم يعني له مكانة، هو من أولي العزم من الرسل أيضا وأبو الأنبياء. فما من نبي بعد إبراهيم إلا هو من نسل إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم دعا الدعوة اللي هو يعني يبقى على طول في لسان الذكر للعالمين. يعني نعم. على طول. وسيدنا النبي ربنا عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك. فالاثنين. نعم. لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه أحد، ولم يدانيه، ولم يساويه أحد. زي ما قلنا، هو أحب خلق الله إلى الله، وهو أفضل خلق الله. هو الذي قال أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. وفي رواية ثانية أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين، صلى الله عليه وسلم. سيد الخلق أجمعين صلوات ربي وتسليماته عليه. فكرم إبراهيم أن يكون ذكره بجوار ذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نقول للناس بقى التحيات كلها، التشهد، وبعدين التحيات بقى كلها الصلاة الإبراهيمية عشان اللي مش عارف. طيب التحيات اللي طبعا أنا عايز أقول فيه أكثر من صيغة، في أكثر من إيه؟ من صيغة. أنا هذكر منها صيغة أو صيغتين الصحيحتين يعني. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في رواية صحيحة إنك حميد مجيد مرتين بعد الجملة دي. مرتين إنك حميد مجيد. في رواية صحيحة في البخاري كده. وفي رواية صحيحة تانية بمرة واحدة زي إحنا بنقولها في الآخر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي الرواية الصحيحة، في أكثر من رواية صحيحة، لكن هذه الرواية إيه؟ صحيحة. طبعا في رواية ناس كتير بتقول في العالمين، دي وردت عند مسعود لا بأس إن حد قالها، لكن طبعا الرواية الأولى دي هم يقصدوا بالعالمين يعني السماء يعني والأرض، هو ده المقصود؟ نعم طبعا، في العالمين يعني في السماوات وفي الأرض. الصلاة على النبي محمد والصلاة على إبراهيم والسلام على النبي محمد والسلام الأربعين في العالمين يعني في السماء والأرض. نعم طيب، دي الصيغة الأولى ولا كده قلنا الصيغتين؟ دي الصيغة الأولى ولا الصيغتين؟ احنا قلنا الصيغتين في مسألة إن إنك حميد مجيد، ما هو بتفرق يا مرة يا مرتين. يعني في إنك حميد مجيد، في اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، والرواية الثانية إنك حميد مجيد مرة واحدة في الإيه؟ في الآخر. دي صحيحة ودي صحيحة. طب معلش بقى، معناها ايه اللي احنا نختم انك حميد مجيد؟ يعني ايه حميد ومجيد؟ الله سبحانه وتعالى انك حميد اهل للثناء واهل للحمد سبحانه وتعالى. وانا بقول انك حميد، انا بحمدك وبداوم على حمدك لكثرة آلائك ونعمك. ده نوع من ايه؟ من ذكر الفضل لله سبحانه وتعالى. يعني انا يعني حميد لابد ان تداوم، مش مره ولا مرتين. نعم ربنا عليك قد ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اذا فلا بد، واحنا بناكد على الكلام ده يا استاذ زميل يا اخواننا، خلي بالكم، لابد من مقابله نعم الله بالشكر، لابد من مقابلة نعم الله بالشكر والحمد والثناء على الله. لا يألف النعم. ليه بقى؟ شكر النعمة بتحقق لك ايه؟ أول حاجة أن يحفظ الله عليك النعمة، ما تزولش. صحيح. تاني حاجة أن يزيدك الله منها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. تالت حاجة الأجر والمثوبة. صحيح. الأجر والمثوبة. طيب لو ما شكرتش ربنا في ايه؟ في ان ربنا هيزيل هذه النعمة، الله سبحانه وتعالى يزيل هذه النعمة وهتبقى عليك حسرة. دايما كان يعني الناس الكبار وامهاتنا يقول ربنا يكفيك شر زوال النعمة. الله. ولئن شكرتم لازيدكم، ولئن كفرتم، الكفر هنا كفر النعمة. صحيح. ما في كفر اكبر وفي كفر اصغر. كفر الاكبر هو كفر بالله معروف. كفر الأصغر بيقولوا عليه العلماء كفر دون كفر، اللي هو كفر النعمة، إن أنت لما ما تشكرش نعم ربنا أنت كده جحود بنعم ربنا. إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود. في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا لنسأل إما شاكرا وإما كفورا. قالوا إيه يا أستاذ زميل؟ خدي بالك من المعنى الجميل ده، ربنا قال إما شاكرا وإما كفورة. ما قالت شكورة وكفورة. صحيح. لقالت شاكرا على وزن فاعلا، وقال كفورة على وزن فعولة. كفورة على صيغة مبالغة، يعني الإنسان شاكرا قليل الشكر، كفورة كثير الكفر. والكفر هنا كفر النعمة مش كفر بالله. صحيح. يبقى الإنسان قليل الشكر كثير الكفر، وقليل من عبادية الشكور. صحيح. فاحنا عايزين نكون ايه؟ من القليل الشاكر. حميد أهل الثناء والحمد. صحيح. أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى. مجيد الله سبحانه وتعالى صاحب الملك وصاحب العظمة. صحيح. وصاحب الجاه وصاحب السلطان، فما من سلطان إلا من الله. ونعم بالله العلي العظيم. ليه يا أستاذ أمي؟ عشان الواحد ما ينساش نفسه. أنا مسكت وظيفة، مسكت سلطان، مسكت منصب من الله. صحيح. الله مجيد صاحب الفضل وصاحب المن وصاحب العطاء وصاحب الجود وصاحب الكرم، هو المهيمن. صحيح.
سبحانه وتعالى. كأننا بنعترف لربنا أنك الحميد المجيد. أحسنتي. لك الأمر كله. أحسنتي. وأنا هنا بسلم من أمر الله، وده في إيه بقى؟ أنا بعرف حقيقة نفسي. لا أنا فقير. مهما كان بقى، مهما كنت في غنى، في سلطان، لا أنا فقير. أنا بيك يا رب. أنا بيك يا رب. ونعم بالله العلي العظيم. فيبقى هنا المسألة العبادة جميلة، ما بتديش للإنسان فرصة إن يتكبر. صحيح. ما بتديش فرصة إن ينسى نفسه. لا، أنت فقير لله، ضعيف لله، مسكين لله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد يعرف إن النعم التي خوله الله إياه ينفع بيها بقى، يساعد بيها. صحيح. هو خلاص سلم أمره لله الملك وحمده ومجده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جميل. بينهي بالسلام. لينا بالسلام. جميل قوي. أرجع خطوة تسمحي لي؟ طبعا. في دعاء بعد التشهد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه، ما يسيبوش أبدا، لدرجة إن في بعض الأئمة تقريبا قال إن الدعاء ده واجب بعد التشهد أو بعد التحيات كاملة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر أربع، كان يستعيذ بالله من شر أربع، ما بيسيبش الدعاء ده خالص. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. معذرة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الصلاة الإبراهيمية بعد التحيات كاملة كان لا يسلم قبل أن يدعو بهذا الدعاء. احفظوه، نقوله تاني. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الدعية دي علشان هي بعد الصلاة عليه وعلى سيدنا إبراهيم الدعاء بيكون مستجاب؟ ما بين الصلاة والصلاة. جميل. لا يسقط الدعاء. أحسنت طبعا، أحسنت جدا. وفي معنى كمان، وبعد ما حمد ربنا وأثنى على الله طلب من ربنا. صحيح. ده بيسموه من آداب الدعاء. ودايما بنعلم الناس لما تيجي تدعي قبل بتقول يا رب انا عايز، يا رب اديني، لا يعني في اداب للدعاء، ان تحمد الله الحمد لله، تحمد الله، تثني على الله، وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كده تستغفر ربنا وتتوب اليه. بس انت يعني عندك ذنوب. تاني بقى، اداب الدعاء بيبتديها بايه؟ الحمد لله، الثناء على الله، الحمد لله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كده التوبه والاستغفار. قبل ما اقول يا رب اغفر لي، انت عندك ذنوب، طب امسح الذنوب دي الاول. صحيح. بقى ايه؟ تستغفر الله وتتوب اليه. بعد ما تخلصت من الذنوب ودعيت ربنا بالمغفره تسال ربنا بقى. معلش بقى، عشان نقول للناس احسن دعاء للاستغفار، وبعدين بقى نقول لهم يدعو وينهوا بيه. اللهم انت ربي لا، ده اسمه سيد الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانه وتعالى. اللي يقولوا الدعاء ده ربنا إن شاء الله يغفر له كل ذنوبي. ده حتى في حديث اللي يوافق تأمين وتأمين الملائكة، ما احنا لما نقول أمين في الصلاة الملائكة بتأمن، صح؟ والإمام بالنبي بيقول غفر له ما تقدم ذنبه، يعني ربنا يغفر له ذنوب. يبقى هنا الدعاء زي ما حضرتك قلتي اللي النبي بيدعيه بعد ايه ما حمدنا ربنا وأثنى عليه، نستعيذ بالله من شر الاثنين، عذاب القبر وعذاب النار، او عذاب النار الاول بعد كده عذاب القبر
وفتنه حاجتين، فتنه المحيا الممات وفتنه المسيح الدجال. بعد كده انا بقى هرجع نقطه، هو خلص الدعاء بعد الاستغفار والحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ينهي بقى الدعاء بايه؟ بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم برضه والحمد. كويس برضه. الدعاء مفتوح، الدعاء مفتوح قبل التسليم، ادعوا بما شئت زي يعني ما قلنا. الدعاء جميل قوي في الوقت ده فعلا، ويرجى له الايه الاجابه، فادعي اكثر من الدعاء. ان كنت اماما لا تطيل حتى يعني لا تؤخر الناس يعني، لكن لوحدك عايز تطيل في الدعاء ادعي. اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرب، ايضا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه المأثم والمغرب؟ المأثم الاسم، والمغرم ان الانسان يغرم الديون والشيء يغرمه يعني. يبقى هنا الدعاء مباح مستحب قبل التسليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كده بسلم عن يميني على الناس اللي جنبي، وبسلم على الملائكة، بسلم على الناس اللي جنبي وبسلم على الملائكة. شفتوا احنا بدأنا الله أكبر وأعظم من كل شيء، واختمنا بالسلام. عبادتنا سلام، ديننا دين سلام. صحيح. لا يعرف عنفا ولا كراهية ولا سفك لدماء بغير حق أبدا. صحيح. أبدا. يعني يقدم السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ختام جميل. صحيح. اسم ربنا السلام، السلام ده بيعطي، اسم ربنا السلام ده، يا سلام لو العالم كله يعيش بالاسم ده بس، بس ما كانش بقى في حروب ولا قتال ولا كره ولا بغضاء. السلام يقرئك السلام، كان سيدنا جبريل ينزل عليه يقول السلام الله يقرئك السلام، معنى جميل ورائع، بيبعث الطمأنينة والسكينة في القلب. ما هو ربنا السلام وفرض السلام. في واحد ما بيحسش بالسلام عليكم، اللي هو لازم يكون في سلام وينشر السلام حواليه، يقوم يزعق لاولاده، يزعق لمراته، يتخانق معاها، ممكن يضربها، ممكن يعنفها، ممكن يروح يشتم بعدها، فهو ما ذاقش حلاوه يعني ايه السلام عليكم. احسنتي احسنتي. فاكره حضرتك حديث الراجل اللي هو جه صلى بسرعه وراح للنبي يسلم عليه، فالنبي رد السلام وقال له صلي، فانك لم تصلي. قصه صحيح. وقال له إيه، انت لازم تطمئن في صلاتك. يعني انا المعنى عايز اقول ايه، في واحد بيصلي وما بيصليش. صحيح. واحد بيصلي وما بيصليش، كم من مصلي زي ما النبي علمنا، كم من مصلي لا ينال من صلاته الا ركوع الا التعب. صحيح. الا قام واحد. فاللي هو قال السلام عليكم وقرا الفاتحه وسبح ربنا وسمع قران او قرا قران، ويرجع بعد كده اخلاقه يتعامل مع زوجته او مع اولاده او مع جيرانه او مع مرؤوسيه او مع رؤسائه باسلوب لا يليق، بعنف، او ده ما صلاش. يعني دايما الست بتقول لجوزها انت لسه مصلي، ولا واحد يطلع من المسجد ويشتم او حاجه يقول له انت لسه مصلي، ما هو ده ما صلاش. ده ما صلاش ليه؟ لان زي ما قلنا الصلاه لها اثر، اثر الصلاه بعد الصلاه، اثر الصلاه بنشوفه بعد الايه؟ بعد الصلاه. لذلك قال تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. طيب كيف تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر؟ لما اخذ منها الخشوع. صحيح. انا صليت حسيت بلقاء ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. انا كلمت ربنا وربنا كلمني، انا سمعت ربنا من خلال القران وربنا سمعني وانا بدعي. صحيح. عشت رميت همومي على ربنا سبحانه وتعالى، دعيت وسالت واستغثت بيه، توكلت عليه، تضرعت بين يدي، خلاص انا خدت ايمان مش ممكن ان انا، ومش بالسرعه دي. صحيح. مش بالسرعه دي. ده زاد. المفروض انا عجبني قوي المثل ايه، نشحن البطاريه ده. ايوه. يعني فاحنا بنشحن القلب ايمان، زاد الايمان والتقوى والنور، ده بيستمر معانا حتى الصلاه التي بعدها. تلاقي البطاريه هتخلص تشحن. صحيح. هتلاقي الصلاه تشحن. انما الواحد خلص صلاه ويغتاب وينم ويضرب ويبهدل، انت ما صليتش. صحيح. يجي يقول ايه بقى، في ناس عجيبه قوي يقول لك طب خلاص مش مصلي. بقول لك ما تصليش، انا بقول لك صلي بس بخشوع وحضور قلب، بقول لك صلي بس الصلاه لازم يكون ليها
اثر. صحيح. يعني انت عجيب سبحان الله، يعني انت في حاجه وحشه تسيب الوحشه ولا تسيب الحلوه؟ صحيح. والصلاه دي ليك في الاخر، ربنا لا يعني مش محتاج صلاتك، انت اللي محتاج للصلاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني صحيح. ده فرض ربنا، ليس للعبد اختيارا في ذلك. صحيح. مفيش حاجة اسمها أستاذ أنا حر في فرض ربنا، لا لا لا. صح. أنت عبد لله عز وجل، وشأن العبد السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السؤال المعتاد بقى الناس كلها بتساله، الصلاه الابراهيميه هي الصلاه الصحيحه لو انا عاوز اقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقولها الصلاه الابراهيميه اللي حضرتك قلتها ولا في صيغ ثانيه ممكن اقولها؟ والله الامر في سعه، في غير الصلاه الامر في سعه. الاصح كله صحيح. يعني افضلها طبعا الصلاه الابراهيميه هي افضلها، لان لما الصحابه بيسالوه فقال لهم اللهم علمهم الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصحابي الجليل لما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا بصلي بالليل، فيعني ان جعلت لك ربع صلاتي يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وان شئت فهو خير وان زدت فهو خير لك. فقال له اجعل لك نصف صلاتي، قال له وان زدت فهو خير لك. يا رسول اجعل ثلثي، قال له وان شئت وان زدت فهو خير لك. أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. الله عليك يا رسول الله. إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. احنا بقى عايزين نقول للناس ليه، يعني الناس متخيلة لما احنا بنقول صلى الله عليه وسلم هو النبي مش بينا، بس ربنا عز وجل بيرد ليه روح فبيبقى بينا بيرد علينا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم مش بينا ازاي؟ بهديه وعلمه الله أكبر. وبعدين في الحديث ان الله رد عليه السلام، يعني في الحديث. فانسان لما يسلم، لذلك الواحد لما يا رب وعدني بعمره قريبه كده رب العالمين، تذكرت الروضه وتذكرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد سبحان الله واحنا ماشيين كده ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الواحد حاسس بي وحسنه حاسس بيا. وكيف شوفوا المعنى لما الرسول يرد عليك السلام. الله 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 الله، نعمة سابقة، نعمة كبيرة جدا. يعني نقول للناس اللي هو ما تقول السلام عليك أيها النبي أو صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لك السلام عليك يا فلان. الله أكبر. ومن أنت حتى يذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة الواحد مشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يرزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله، يعني فيها إشراقات، فيها رحمات، فيها نعم جديدة. ربنا يمن علينا يا رب قريبا برؤيته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد اشتقنا لرؤيته صلى الله عليه وسلم. صحيح. صلى الله عليه وسلم. أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا ما أعرفش الوقت إزاي بيعدي بسرعة كده، بس يعني احنا نقول للناس دايما يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا رب بالحلقه دي كده يكون كسبنا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المشاهدين كتير قالوا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون لنا الاجر والمثوب بذلك يا رب العالمين. يا جماعه بس انا عايز الشيخ احمد يقول يعني حاجه ثانيه، يعني معلش عشان الناس بس ايه، ربنا ينفع بينا يا رب. ناس تقول الصلاة على النبي، في ناس بتصلي على النبي 100 مرة. نعم. بس مش مستحضرين النبي كان عامل ازاي، اخلاقه كانت عاملة ازاي. يعني عايزينه يطلع باخلاق سيدنا النبي. العبرة بالكيف مش بالكم. طيب واحد بيحب الكم ماشي، اعمل ليك ورد كم وورد كيف. يعني ما تخليش ده يضغط على ده. في ناس بتحب تصلي على النبي 1000 مره، جميل صلي، بس حس بيها. بس حس بيها طبعا. بس يعني خلينا برضو كله خلينا، هو مستحيل هيحس بال1000 كلهم يعني. صحيح. لكن ايه، حاول دايما تستحضر. كل ما تلاقي نفسك شرط ارجع تاني، يعني حاول تدرك المعاني الجميله والاحساس بالرحمه، بالصلاه على النبي بالرحمه وبالسكينه، هتجد زاد وايمان في قلبك وحلاوه. صحيح. تتمسك بها دائما وابدا. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك. في اخر الحلقه حابه اقول لكم
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا رحمة، رحمة دنيا ورحمة آخرة. رحمة دنيا الصلاة ب10، بتقول صلى الله عليه وسلم ربنا بيصلي عليك 10، بيغمرك برحمته 10. في دعائك شيء عجيب، بتصلي على النبي في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، ربنا عمره ما هيسقط الدعاء اللي ما بينه، أوله إجابة وآخره إجابة صلى الله عليه وسلم. حتى وإحنا في لحظات الوفاة، في صلاة الجنازة، فاتحة الكتاب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينهم رحمة، فهو بيرحمك دنيا وآخرة. في آخر كده دقيقة عايزة أقول لكم آخرة، غمض عينك كده وشوف سيدنا النبي يوم القيامة وهو بيقول أمتي أمتي، بيدعي ربنا عز وجل، فربنا بيقول له ارفع رأسك يا محمد. شايف عظمة المولى عز وجل؟ ارفع رأسك يا محمد، اسأل تعطى، وشوف انت عاوز ايه، وانا هعمله لك. اشفع تشفع، انت شفعهم يا محمد. مش هيسيب مسلم ولا مؤمن في النار، هيقعد يتشفع فينا لغاية لما ربنا يقول له طلعهم كلهم يا محمد، أرضيت؟ رضيت يا رب، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين. يا رب يجمعنا دايما حب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى. وأشوفكم الحلقة الجاية على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.